مش هتقدر تختاري فلان ولا علان، يعني خيار لك انت. التسجيل هذا بوابتك بعدين شنو المطلوب منك الاجراءات. نحن نعرف ان نحن لدينا استحقاق انتخابي في 24 ديسمبر 21، ولازم الناس كلها تعلم شن هي الانتخابات وشن هو البرنامج متاعنا، اللي هو نحن برنامجنا توعية في إقبال الناس على ترشح الانتخابات. شفنا ما الفترة السابقة يعني من خلال أحاديث الشارع، من خلال التلفزيون، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إن في عزوف كبير لدى الناس عن الترشح أو التسجيل في الانتخابات. الأكثر حاجة اللي هو تسجيل الناس المواطنين العاديين كان عندهم عزوف كبير. قمنا بحملات توعية على مستوى ليبيا، آيفس دربتنا كسفيرات توعية في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، ومنها انطلقنا كسفيرات توعية كل حسب المناطق متاعاته وحسب استحقاق التسجيل أو حسب المكانات الموجودة بالناس. زي تو نحن عندنا مستشفى السكر في بنغازي يتردد عليه عدد كبير من الناس في فئات مختلفة وشرائح مختلفة من الأعمار تأتي لهذا المستشفى، فرأيت أني أنا تكون أحد نقاط التقائي أو انطلاق متاعاتي تكون في التوعية هنياهي في المستشفى هذا. فجيت للمستشفى وقمت بيئة التوعية، شفت عدد كبير من الناس إنها مش مقبلة على الترشح، كيف نقنع الناس بحقك في التسجيل بحيث إنك أنت بكرة تقدر تنتخب الشخص يوم 24 ديسمبر. في ناس اقتنعت ورحبت بالفكرة، الأغلبية العظمى اللي ما سجلوش كان عندهم قبول، في ناس ما كانتش تعلم أساساً على التسجيل في الانتخابات. قمنا معهم ووعيناهم وريناهم طريقة التسجيل، وفعلا ان الناس يعني اليوم نرى ان حتى اليوم انه هو اخر يوم حنشوف ان المنظومه تقريبا حتسجل عدد كبير من الناس، لان نحن في الثلاث ايام الاخرانيه لما الناس شافت ان الوقت ضيق للتسجيل فالاغلبيه تجاوبوا ووعدوا انهم هم حيكونوا مسجلين. المنظومه حتبين اليوم اذا كان في عدد زاد ام ما زادش، اللي هو نحن نشوفه ان نحن في المرات اللي فاتن سواء في المؤتمر الوطني في مجلس النواب في لجنه الستين عزوف الناس اللي هو عن التسجيل تخلي في بعض الأشخاص تصل إلى أن المترشح يصل إلى الكرسي، فالناس هذا ما يتسبب العزوف هذا خلى أن في ناس مفروض ما كانتش تكون موجودة، ولكن عدم إقبال الناس وعدم تواجدهم وعدم تسجيلهم وعزوفهم هو اللي أوجد شرائح من الناس مفروض ما كانتش تكون موجودة. نتمنى ان اغلبيه الشعب الليبي او معظم الشعب الليبي يسجل، لان هذا خيارنا وان نحن هذا صوتك تحتفظ به، وان نحن لازم المرحله هذه مرحلتنا نحن الليبيين ولنا الخيار ان نحن نختار او ما نختارش، وصوتك ملكك لازم تسجل. طبعا اكيد نحن في البرنامج في الوقت الحالي باعتبارنا سفيرات توعيه برنامجنا ينتهي اليوم، فحاولنا ان نحن نركز اليوم على الاماكن زي ما قلت لك الموجودين فيها ناس، يعني أكثر وجود ناس، لأن اليوم هو يوم الفيصل في التسجيل، ما يسجلش بعدين مش حيكون له الحق إنه يجي يوم الانتخاب وينتخب، وهذه فهمناها للناس وأصبحت أغلب الناس لديها وعي، سواء حكينا في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال لقاءاتنا أو من خلال تنقلاتنا اللي قمنا بها كسفيرات توعية، وشفنا إن المنظومة في اليومين اللي فاتوا كيف زاد عدد الناس اللي كانت التسجيل، فيدل هذا على وعي الناس وأصبحت الناس عندها رغبة إنها تسجل. هو كفريق نشتغل كفريق سفيرات توعية، لكن شغلنا وزعنا الأماكن بحيث نحن من أيام نحن كان آخر أيامات التدريب في سفيرات التوعية حاولنا إن نحن كل واحدة تختار أماكن معينة، خصوصا لما يوجد كم عدد السفيرات في منطقة معينة لازم يعني بحيث نحن يكون في تنوع ونكون توجهنا لجميع الأماكن اللي قلنا موجودين فيها أكبر عدد من المواطنين، بحيث مثلا إذا كان اخترت أنا المستشفى هذا زميلتي ما تختارش المستشفى هذا، أنا اخترت الجامعة هذه ما تختارش الجامعة هذه، بحيث نحن أو حتى في نفس الوقت لما نشوفوا العدد كبير ممكن تنتقل اثنين أو ثلاثة ويتوزع العمل فيما بيننا، بحيث إن نحن هدفنا إنها تعم التوعية بالتسجيل لكافة المواطنين. هي هذينا من المفوضية، هي أكيد هذينا نحن لدينا سفيرات توعية، عملنا هو عمل تطوعي للتوعية للناس، فهذينا الملصقات نحن تحصلنا عليها مفوضية عشان نوزعوها على المواطنين، أكيد كدعم لوجستي موجود من المفوضية العليا للانتخابات ونحن من المجهود الشخصي فقط. في بعض الناس يعني كونها يعني كانت مثل ما نقولوا ألفاظ أو يعني عنف بالمعنى العام والمعنى أصح، لا
في ناس تقول لك لا انا مش ما نبيش ننتخب، انا شن ضروري الاولين، يعني في ما تقول ما تقولي يعلى الصوت شويه، بس نحن يعني يجب علينا نحن كسفيرات توعيه ان نوعوا الناس، لان هدفنا ان الناس هذه تتوعى بحيث انها تسجل، ولازم تحفظ صوتها في التسجيل بحيث انما انت تسجل معناها لك الحق انك تنتخب بعدين. فاكيد الناس بس كما تقولي عدم قبول الناس او حاجه، وبعدين اغلبيه في واحد منهم يعني على صوت علينا وانت مش وليتهم، وبعدين حتى اعتذار الشخص هذا وقال انا ما نعرفش، قلنا احنا مواطنين زي زيك وهدفنا راهو التوعيه، لاني في النهايه بكل هدفي انا كمواطن انك انت تسجل باش نحمي لك حقك في التسجيل، وبعدين تقدر بعدين تنتخب. نحن تو في توعيه كافه شرائح المجتمع، كونها موجودة مش موجودة مازال فيه البرنامج متاع القوائم والقانون الانتخابي هو يبين، لكن احنا تو توعية الناس بكيفية التسجيل. ما قلت لك كيف شرائح المجتمع، ما بعد 18 أي شخص أنا كسفير التوعية إني نوعي صح، يعني يجب إني نركز على شرائح المرأة والشباب، هذه ركزت عليها، لكن ما قصيناش أي حد، وخصوصا فئات الكبار في السن والناس اللي ما تعرفش كيفية التسجيل. حتى يعني ساعدنا ناس في موبايلاتهم وقمنا بتوعيتهم وتعريفهم كيف إنه يتم التسجيل.